وحول العمل الذي تقوم به الحكومة الشرعية لفضح الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الانقلاب، يلتحق بنا من جنيف موفد الإخبارية النايف نوفل. نوفل، أهلا بك من جديد. ما أبرز ما دار في الندوة التي نظمها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان في جنيف السويسرية؟ نعم، بداية هذه الندوة التي عقدت اليوم التي عقدتها التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مع عدد من المنظمات الأجنبية وبالتعاون معها، يعني شملت كوكبة من المثقفين الحقوقيين الكتاب، وكان هنالك حضور مميز من منظمات أجنبية وذات وزن في الندوة التي استمعت لطروحات المتحدثين الرئيسيين. كانت الندوة تناولت ما هي الحلول التي يعني تناسب الواقع اليمني الحالي، موضوع دعم اللجنة الوطنية للتحقق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يعني يراه أو كما جاء في الندوة هو الأمثل لإيقاف أو للتحقق على الأرض من الانتهاكات الواقعة، وليس كما يعني تطالب به بعض المنظمات التي يعني تحاول إفشال مهام اللجنة، وتحاول إفشال أيضا أو يعني تحاول تسويق المسألة في مشروع قرار يعني يتحدث عن تشكيل لجنة دولية، وهذا الأمر يعني كما جاء في الندوة يعني يتعارض أو هدف يعني كل ما يمكن أن تجلبه هو تمديد أمد الصراع أو تطويل أمد الصراع في اليمن، وليس الرصد الوثيق. للمزيد من التفاصيل حول ما جاء في الندوة، معي الرئيس الندوة الكاتب الصحفي اليمني غمدان اليوسفي، الذي يعني طرح ورقة هامة في الندوة. أستاذ غمدان، يعني لو تحدثنا عن أهم ما جاء في ورقتك خلال هذه الندوة. يعني للتوضيح، أنا كنت رئيس جلسة هذه الندوة، ويعني هي بالعموم ناقشت يعني أهمية دعم اللجنة الموجودة، اللجنة الوطنية الموجودة في اليمن، ويعني مخاطر يعني إنشاء لجنة موازية كما يطلب البعض. يعني هناك تناقض حتى في النقاشات من قبل المنظمات الدولية التي تنادي بإنشاء لجنة تحقيق دولية. هناك البعض يطلب لجنة تحقيق مع تجميد اللجنة الوطنية، وهناك البعض الآخر يقول يعني إنشاء لجنة تحقيق دولية إلى جانب اللجنة التحقيق الوطنية، وهذا تشتيت للجهود وليس هدفه يعني سوى يعني لا يقرأ إلا أنه تكسب مادي لهذه المنظمات الكبيرة التي تحاول خلق لجنة موازية. يعني بينما لم يطرحوا أساسا حتى هذه اللحظة رأيهم في اللجنة الوطنية التي أنشئت منذ عامين، وفرض مجلس حقوق الإنسان يعني أصدر قرار بدعم هذه اللجنة من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. المفوضية لم تتعامل مع اللجنة الوطنية منذ عامين، وتعاملت ما يعني أو وصفت اللجنة الوطنية قبل عامين في عام 2015 كما وصفتها اليوم في 2017، بينما عدد كبير من المنظمات الدولية أصبحت تقرأ تقارير هذه اللجنة على أنها تقارير احترافية، وأنها تقارير يعني لها نسبة عالية من الحياد، ويعني يجب نقاش ما تناولته هذه اللجنة، ليس فقط يعني الإصرار على فكرة إنشاء اللجنة الوطنية، لأنه حتى كما تحدث أحد يعني الدبلوماسيين اليوم أنها تتعارض مع القرارات الأممية نفسها، مع القرار 2216 ومع قرارات مجلس حقوق الإنسان منذ سبع سنوات والتي صدرت في هذا السياق، والتي تحاول عرقلتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتحاول خلق واقع مختلف بعيد عن يعني عن تناول يعني نسبة تطور أداء هذه اللجنة. يعني نسبة اللجنة، هناك شهادات دولية بعمل اللجنة، يعني أن هذا خصوصا التقرير الذي صدر مؤخرا وأنه جاء يعني محقق لرغبات الكثيرين، بينما هناك أيضا طروحات لم تجد ما تقول، فقالت أنه اللجنة لم تحد من الانتهاكات، وعمل اللجنة في الأساس ليس الحد من الانتهاكات بقدر ما هو حتى مسماها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، يعني هي لجنة تحقيق وهي من ترفع للجهات القضاء، وهذا عملها فقط، ولا يترتب على عملها إنهاء الصراع أو الحد من الانتهاكات أو حتى التقرير
قليل منها فقط عملها رصد، وبالتالي ما الذي يمكن أن يعني تأتي به لجنة تحقيق دولية سوى صرف مزيد من الأموال؟ عرقلة في الداخل لن يستطيع التحرك كما تحرك هذه اللجنة، وهذه اللجنة وصلت إلى كل المناطق وفي كل الحالات رصدت في عمران وصنعاء وصعدة وكل مناطق حتى تواجد الحوثيين فيها، رصدت اللجنة كل الأحداث التي وقعت وحتى بما فيها أخطاء الطيران التي وقعت في تلك المناطق، ووثقتها وأصدرتها في التقرير الذي نزل قبل قرابة شهر من الآن. لك الكاتب الصحفي اليمني غمدان اليوسفي على هذه المداخلة، كان معنا هنا من أمام مبنى الأمم المتحدة حيث يعقد مجلس حقوق الإنسان دورته 36. هنالك يعني ندوة مقررة للجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، ستعرض تقريرها حول حجم الانتهاكات أو أرقام وإحصائيات للانتهاكات وحالات الانتهاكات التي حدثت في اليمن. هنالك يعني جهود دبلوماسية أيضا تجري على قدم وساق في أروقة الأمم المتحدة. وزير حقوق الإنسان اليمني الذي شارك في أولى جلسات الأمم المتحدة غادر إلى هولندا أمس والتقى مع وزير الخارجية الهولندي لإطلاعه على تفاصيل أحوال حقوق الإنسان في اليمن، مع الإشارة إلى أن مشروع هولندا هي التي تقود مشروع قرار لتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، لكن اليمنيون منظمات المجتمع المدني ومنظمات أخرى ودول أيضا يعني لا ترى ضرورة لمثل هذه اللجنة، على ما دام هنالك لجنة وطنية تؤدي مهامها تشكلت منذ عامين ويتوجب إعطائها الفرصة لإتمام مهامها. شكرا لك نايف نوفل موفد الإخبارية من جنيف، وسنكون معك في رصد لكافة التطورات من هناك.